لأولادنا. ثالث نشاط فهو فعلا هيك لفتني هالنشاط بعنوان حنين، فهون حنين اكزيبيشن، عمل بيجمع فنانين لبنانيين وسوريين حول تأثير الحرب على الطفولة. كتير حلو هون كيف جمعوا 39 قصيدة وقصص كتبوها أطفال عم بيعيشوا بمخيمات، ما بنعرف هن شو عم بيقطعوا، ما بتعرفي شو احاسيسهم، شو مشاعرهم، شو المعاناة يلي عم بيعيشوها، فقدروا يترجموا القصيده يلي كتبوها، انما فسرها فنانين لبنانيين وسوريين بهاللوحات الحلوه. النشاط رح يكون مبلش ب 21 شباط لغايه 4 اذار من 11 الصبح للساعه 6 المساء ببيت بيروت بالسوديكو. فحلو اكيد انه نكون عم نروح، الدعوه مجانيه هون، وحلو اكيد انه نكون عم نروح وعم نحضر هيك اكزيبيشن وهيك نشاط حلو عم نشوف هون الريبورت السريع عنه.